الجيش العراقي للشعب العراقي لتخرج دورة 108 دورة البناء والتدريب اللي تخرجت يوم 14 تموز بحفل بهيج حضره كبار المسؤولين والقادة وأهالي المتخرجين. كانت هذه الدورة هي الثمرة الناضجة للكلية العسكرية اللي أبرزت اليوم التدريب الراقي لضباط الجيش العراقي وتأهلهم لاستلام مناصب، تأهلهم لقيادة وحداتهم. هذه التخرج اليوم كان شهد بكل المسؤولين المحليين والأجانب، واللي حقيقة برز دور الكلية العسكرية في تدريب الشباب. تحتفل الكلية العسكرية هذا اليوم بتخرج الدورة 108 دورة البناء والتدريب. هذه الدورة التي أقضت فترة زمنية 3 سنوات دراسية في الكلية العسكرية، ولأول مرة بعد عام 2004 تلقت هذه الدورة مختلف العلوم العسكرية خلال هذه الفترة النظرية والعملية. السنة الأولى كان تدريب على مستوى الحظيرة، والسنة الثانية كانت تدريب على مستوى الفصيل، والسنة الثالثة كانت تدريب للتعليم على مستوى على التدريب على المخاطر وتعزيز القيادة بمستوى الفصيل والسرية. حفل تخرج الطلاب وأبطال 108، ألف الحمد لله والشكر. سوف نتوجه إلى ساحات الوغى وسنقوم بدورنا القيادي إن شاء الله في خدمة بلادنا العزيز. وكعادة مثل الكلية العسكرية تخرجت الدورة 108 دورة البناء والتدريب، وإن شاء الله إحنا سور الوطن وخدام الوطن إن شاء الله. حضرنا اليوم في الكلية العسكرية الأولى في بغداد الحفل حفل تخرج طلاب الدورة 108 الأبطال، هذه الكلية العريقة التي لها مكان مربوقة في الكليات العسكرية العربية والعالمية. خرجت اليوم هؤلاء الأبطال ليرفدوا الجيش العراقي الباسل بضباط أكفاء ليكونوا قادة في المستقبل. اليوم تخرج ابن العماد إن شاء الله ربي دافع عن الوطن هذا ويحميه وإدمانة إن شاء الله، ومبروك على الجميع كل العراقيين إن شاء الله. حياك الله. طبعاً الحمد لله رب العالمين، بعد عناء طويل دورة 6 سنين يعني مدة طويلة حيل، الحمد لله رب العالمين تخرجنا شدينا مسؤول جمهوري، وإن شاء الله رب العالمين الله وفقنا خدمة العراق وشعبه.